السلام عليكم يا شباب. ان شاء الله درس جديد النهارده. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن الموارد المائيه. طيب خليني اكلم حضرتك كده وافكرك بحاجه معينه. كلمه الموارد، الموارد مقصود بيها المصدر اللي انا باخد منه الشيء نفسه. اذا لما اقول لحضرتك موارد الميه انا قاصد مصادر الميه، تمام؟ طيب نسمي الله ونبدأ مع بعض بداية كده من السلايد الثاني، ونقول آية قرآنية كريمة بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذن المية يا شباب هي سر حياة أي كائن حي، سواء كان إنسان أو حيوان أو نبات. خليني أقول لحضرتك إن موارد المية عندنا في مصر هي موارد متنوعة، يعني بنقدر نحصل على المية من أكتر من مورد في مصر. زي إيه مثلاً؟ قال لي يا شباب أنا عندي نوعين من المياه في مصر، عندي المية العذبة وعندي المية الملحة. طيب بالنسبة للمية العذبة اللي هي كده بالبلدي المية الحلوة اللي الإنسان يقدر يستخدمها في عملية الزراعة أو الأغراض المنزلية، زي إيه مثلا؟ قال لي يا شباب المية العذبة عندي في مصر أقدر أحصل عليها من نهر النيل، من المية الجوفية العذبة اللي هي المية اللي تحت الأرض، يعني يبقى نهر النيل والمية الجوفية، وكمان البحيرات العذبة زي بحيرة ناصر، البحيرة اللي موجودة ورا السد العالي ده، بالإضافة طبعا لمية الأمطار. يبقى أنا عندي أربع موارد للمية العذبة اللي هي نهر النيل، المياه الجوفية العذبة، وكمان البحيرات العذبة زي بحيرة ناصر ومية الأمطار. أما بالنسبة يا شباب للمية المالحة اللي هو المورد الثاني بتاعي، فأقدر أحصل على المية المالحة في مصر من خلال البحر الأحمر، البحر المتوسط، المية الجوفية المالحة يعني المية المالحة اللي تحت الأرض، بالإضافة للبحيرات البحيرات المالحة زي بحيرة قارون في منخفض الفيوم. نتنقل مع بعض يا شباب للسلايد الثالث ونشوف مع بعض إيه هي أهمية المية العذبة. هل المية العذبة مهمة في حياة الإنسان؟ طبعاً. ليه؟ أولاً لأنها مصدر مهم للشرب، ده مصدرك الوحيد اللي أنت بتشرب منه، بخلاف إنها تستغل في الأغراض المنزلية. يعني إيه؟ يعني بستخدمها في شؤون البيت، بنشرب، بنستحمى، بنمسح، بنغسل، بنطبخ، دي اسمها أغراض منزلية. يبقى تاني هي مصدر للشرب والأغراض المنزلية، بالإضافة لأن الإنسان يا شباب بيستغلها في عمليات الزراعة. بس كده؟ قال لي لا، دي مصدر مهم جدا لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال السدود، وطبعا ده موجود عندنا في مصر طبعا عن طريق السد العالي. السد العالي زي ما حضرتك عارف ده موجود في أسوان، ورا منه حاجة اسمها توربينات، لما المية بتقع على التوربينات دي حاجة كده شبه المروحة، لما بتلف بتتحول فيها الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية. إذن أنا بستغل المية العذبة في توليد الطاقة الكهربائية. وطبعا زي ما أدام جبنا سيرة السد العالي، يبقى لازم حضرتك تعرف إن السد العالي كان له أهمية كبيرة عندنا. ليه؟ أولا لأنه حمى مصر من خطر الفيضان، وكذلك يستغل في توليد الطاقة الكهربائية. طيب تعال أعرف حضرتك تعريفين مهمين كده ولازم حضرتك تعرفه. كلمة فيضان يعني إيه فيضان؟ قبل ما أشرح كلمة فيضان هبسط لك الموضوع شوية. لو حضرتك عندك كوباية مية، حضرتك تقدر تملاها لحد فين؟ حضرتك تقدر تملاها لحد آخرها. طب لو حضرتك كملت صب جوه الكوباية دي هتبدأ المية تقع بره. طب معنى إيه إن المية تقع بره؟ ده كده معنى كلمة الفيضان. نهر النيل بالنسبة لي هو عبارة عن كوباية شايلة مية. طيب لو المية زادت أعلى من ضفاف النهر بتحصل مرحلة الفيضان. يبقى يعني إيه كلمة فيضان؟ زيادة منسوب الماء أعلى من ضفاف النهر. تاني، زيادة منسوب المياه أعلى من ضفتي النهر في موسم معين. أما بالنسبة للجفاف فدي عبارة عن حالة مناخية. تاني، الجفاف حالة مناخية يعني حالة من حالات المناخ بتندر فيها الأمطار، يعني ما بيبقاش فيها أي نوع أمطار، وده بيضر ببعض الأنشطة الاقتصادية زي الزراعة وعمليات الرعي. لأن دول أهم نشاطين يا شباب بيعتمدوا على مية الأمطار. تاني، يبقى إيه هو الجفاف؟
هو ندرة الأمطار مما يضر ببعض الأنشطة الاقتصادية أو الأنشطة البشرية زي الزراعة والرعي. نتنقل مع بعض يا شباب بعد كده للسلايد الرابع ونشوف مع بعض. هعرف حضرتك على واحدة من أهم الأماكن اللي بتعتمد فيها الزراعة على المياه الجوفية وبتقوم فيها عمليات الرعي زي واحد سيوة. واحد سيوة يا شباب بتعتبر واحدة من أهم الواحات المصرية اللي بتعتمد فيها الزراعة على المياه الجوفية. أما الزراعة عندنا يا شباب في منطقة الساحل الشمالي يعني شمال مصر يعني على سواحل البحر المتوسط، الزراعة هنا بتعتمد على مياه الأمطار الشتوية. نتنقل مع بعض يا شباب للسلايد الخامس. بيقول لي يا شباب إيه هي أهمية المية المالحة؟ يعني بمعنى أدق، هل زي ما المية العذبة حضرتك شفت قد إيه هي حاجة مهمة، هل المية المالحة هي كمان مهمة؟ مهمة جدا. قال لي يا جماعة بتعتبر عندنا البحار والبحيرات المالحة مصدر مهم جدا للثروة السمكية. يعني إيه؟ يعني أقدر أحصل منهم على الأسماك بس كده؟ قال لي لا، ده بتعتبر أهم مصادر استخراج مصادر الطاقة. يعني إيه؟ قال لي يا شباب يعني الأرض اللي شايلة المية بتاعت البحر زيها بالظبط زي الأرض اللي حضرتك عايش عليها. زي ما حضرتك تقدر تخرج من الأرض اللي أنت عايش عليها البترول والفحم والغاز من قلب المي من قلب الأرض بتاعت البحر دي، تقدر حضرتك برضو تطلع مصادر الطاقة زي البترول والغاز. نتنقل مع بعض يا شباب بعد كده للسلايد السادس ونشوف مع بعض. بيقول لي كمان أن المية المالحة تعتبر أهم وسائل النقل. يعني حضرتك تقدر تركب سفينة تتنقل بيها من دولة لدولة. يعني مثلا لو حضرتك رايح تحج مثلا في السعودية ممكن تركب الباخرة من البحر الأحمر هنا في مصر وتنقلك الضفة التانية من البحر الأحمر في السعودية وتعمل عملية الحج بتاعتك. ده بالإضافة كمان إن المية المالحة ليها أهمية كبيرة جدا وهي استخراج الأملاح زي ملح الطعام مثلا اللي احنا بنقدر نستخرجه من البحار. نتنقل مع بعض يا شباب للسلايد السابع ونشوف مع بعض ايه هي اسباب تلوث المياه. خلينا افكر حضرتك، يعني ايه كلمه تلوث؟ هو حدوث تغيرات للموارد الطبيعيه فتصبح غير صالحه للاستخدام الادمي او الاستهلاك البشري. نشوف يا شباب اول مشكله عندنا بتؤدي لتلوث المياه هو تصريف مياه الصرف الزراعي او الصناعي او الصرف الزراعي او الصناعي اللي بيكون ملوث بالمبيدات الحشريه. تاني مشكله عندنا هي القاء مخلفات المصانع. مصانع كتير جدا قريبه مثلا من البحيرات الشماليه او قريبه من نهر النيل او من البحر الاحمر والمتوسط. يبتدي صاحب المصنع يعمل الصرف بتاعه على الميه دي. طبعا دي حاجه بتؤدي لتلويث المياه. في نفس الوقت تسريب الزيت أو تسريب الزيوت من ناقلات البترول. سفن بتبقى ماشية شايلة براميل البترول ممكن يقع منها برميل بترول مثلا في المية، وده بيؤدي لتسريب زيت البترول في المية نفسها، وطبعا ده بيؤدي لإهلاك الثروة السمكية. نشوف مع بعض يا شباب بعد كده. خلص الدرس بتاعنا، يا رب تكونوا استفدتوا. أشوفكم الدرس الجاي إن شاء الله.